استضيف ايمن السبعي كاتب فرع جمعيه الرساله على مستوى مدينه العرائش في اطار الايام المحمديه اللي كتقام كل سنه يمكن تقربنا وتقرب قراء العرائش انفهم هذا النشاط المتميز اللي كتقوم به. تفضل ايمن. طبعا شكرا لنا شرف جمعيه الرساله التربيه والتخييم اننا نديروا هذا التصريح للجريده العرائش انفو اللي هي جريده رائده في مدينه العرائش. الايام المحمديه هو نشاط يدأب عليه فرع العرائش المدينه جمعيه الرساله التربيه والتخييم كل سنه. هذا النشاط كيجي دائما تخليدا لذكرى المولد النبوي الشريف، نحتفل به ليس من اجل الاحتفال في حد ذاته ولكن من اجل تربيه الناشئه على خصال الرسول صلى الله عليه وسلم، من اجل التذكير بان الاسوه والقدوه ديال الناشئه ديالنا بالاساس راه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وماشي هما اللاعبين وماشي هما الفنانين وماشي هما، هذا هو الاسوه وهذا هو الاصل. طبعا الانشطه ديالنا كتكون متنوعه بين ما هي ثقافيه، ما هي تنشيطيه، ما هي ترفيهيه. بدينا انطلقت هذا العام يوم الجمعه على الساعه 6 كان عندنا نشاط افتتاحي طريق اللوحه في ساحه المسيره. حضروا لساكنه مدينه العرائش اطفالا اباء امهات. النشاط الثاني كان عباره عن حمله استفدوا من الاسر السوريه اللاجئه في مدينه العرائش، تم توزيع الملابس عليهم، تم الزياره ديالهم في المنازل ديالهم وجار الحالات ديالهم باش تستمر الحمله ديالنا وما توقفش من بعد انتهاء الايام المحمديه فقط بل تبقى مستمره طيله السنه. النشاط الموالي كان هي مسابقه للاسر، مسابقه ثقافيه في نفس الموضوع، موضوع السيره النبويه اللي دارت في مقر الشبيبه المحروسه. استفدوا منه 12 اسره. كان المجموع ديال العدد اللي استفدت 121 فرد، كل اسره بالعدد ديال 121 فرد. فازوا معنا في الاخر 3 ديال الاسر اللي تاهلت معنا النهائيات، قدموا لهم جوائز اليوم في الحفل الختامي. وكان اليوم في الصباح عندنا محفل للالعاب التربويه، استفد منه ازيد من 250 طفل مدينه العرائش، استفدوا منه اطفال اسر سوريه لاجئه الحاضره معنا ومتواجده معنا في مدينه العرائش. واليوم في العشيه مرحبا بكم معنا في الحفل الختامي اللي عتبدا الفعاليه ديالو دابا. كنتمناو ان الفقره ديالو تنال الاعجاب ديالكم، كنتمناو انكم تبقاو اوفياء لجمعيه الرساله التربيه والتخييم فرع العرائش المدينه. شكرا ايمن السبعي. تمان الاكملان على قيد البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه ومن والاه. ايها الاباء، ايها الامهات، اطفالنا الاعزاء، ضيوفنا الاكارم، حفلنا المبارك نحييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه اهل الجنه يوم يلقونهم سلام، فسلام عليكم. ايها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، فحضوركم شرف لنا ويدفئ على فهمنا انسا وسرورا. فبارك الله في مساكم وجعل الجنه مثواكم. هامش فعاليات تظاهره التربويه والفنيه اللي كتنظمها جمعيه الرساله في اطار الاحتفال بالايام المحمديه. نستضيف عائله طلال العزو، طلال العزو من سوريا الحبيبه الشقيقه اللي كيتواجدوا معنا مدينه العرائش. يمكن تقول لنا التواجد ديالكم مدينه العرائش ولا حفاوه الاستقبال اللي كتنالوها في مدينه العرائش؟ تفضل. الحمد لله، بالنسبه للحفاوه اهل العرائش ترحبوا بنا والحمد لله، يعني تلقينا منهم كل شيء، المعاونات وكل شيء لقينا منهم الحمد لله، يعني هم اهل الكرم. يعني المجيء ديالكم للمغرب، اختياركم للمغرب كدوله، علاش ما مشيتوش مثلا شي دوله اخرى؟ مشيتوا للمغرب بالضبط. والله بالنسبه لنا احنايا اللي مشينا للمغرب، لان المغرب هي كدوله اسلاميه وكفيها الاستقرار وفيها الامان، وذاك الشيء احنا هربنا من الحرب ودخلنا في بلد الامان والاستقرار. ومن دخلتوا المغرب واش كان شي استقبال من طرف الحكومه المغربيه، الدوله المغربيه؟ والله احنا دخلنا المغرب عن طريق وجده، عن طريق الجزائر، وثم دخلنا والحمد لله، يعني دخلنا بامان والحمد لله. وشي كلمه اللي يمكن تقولها للشعب العرائشي والشعب المغربي؟ شي كلمه في حق الشعب المغربي والشعب العرائشي؟ بالنسبه للشعب المغربي شعب مزيان، والله يبارك فيهم وينصرهم باذن الله تعالى وينصر جميع المسلمين. وانت كتواجد بمدينه العرائش، انت والابن ديالك احمد العزو؟ انا والعائله ديالي، العائله والاسره كامله، الحمد لله الاسره كامله، معي الوالد والوالده وعندي معي اخوتي والحمد لله. مرحبا بكم مدينة العرائش. مرحبا فيكم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟
والتخييم أنه بعد الآيات البينات من الذكر الحكيم نبقى دائما مع النشيد الوطني ثم النشيد الجمعية. هذه المرة سيكون الأداء مختلفا، سنبقى مع بعض براعم جمعية الرسالة للتربية والتخييم فرع العرائش المدينة في هذه اللوحة التعبيرية مع النشيد الوطني ونشيد الجمعية. فليتفضلوا معززين مكرمين.
الحمد لله نور السماوات والأرض، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله رحمة وبشرى للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم سواء السبيل. أطفالنا الأعزاء، حضورنا الكريم، يتشرف الطاقم التربوي بفرع العرائش المدينة لجمعية الرسالة للتربية والتخييم بالترحاب بكم في الحفل الختامي للأيام المحمدية بنسختها الخامسة، والذي نظم تتويجا لسلسلة من الأنشطة التربوية والترفيهية التي استفاد منها أطفال مدينة العرائش رفقة أسرهم طيلة الثلاث أيام السابقة. أطفالنا الأعزاء، أيها الآباء والأمهات، إن كان للإنسانية يوم تفخر به على مر الزمان، وإن كان للبشرية ذكرى تحتفل بها على مر الأيام، فإن أكرم يوم وأعز ذكرى في تاريخها هو يوم أن تطهرت الأرض من الشرك والوثنية، يوم أن تحررت الإنسانية من الذل والعبودية، يوم أن سمت البشرية فتخلصت من مادية الأرض لتعتنق روحانية السماء، هو يوم مولدك يا حبيبي يا رسول الله. فما أطيب الحديث عنك، وما أجمل التأمل في سيرتك، فما أشبه الليلة بالبارحة، وما أحوج عالم اليوم إلى نورك، وما أحوجه إلى روحك. فقد ضل الناس وبغوا في الأرض، وضاع الحق بينهم، وساد الباطل فيهم، فحلت في العالم العربي والإسلامي كارثة أتت على الأخضر واليابس، وعم مكروهها القوي والضعيف والقادر والعاجز، بل وشملت خسائرها من يستطيع تحملها بصبر ومن لا يستطيع لها دفعا ولا صدا. ولقد أدخنت القلوب بالجراح، وملأت النفوس بألم شديد ولوعة عارمة، وقد كنا نظن أن عالمنا المتحضر قد اكتسب مناعة ديمقراطية وحقانية مثلى، فإذا بنا نفاجأ بأسوأ المجازر الدامية والتجاوزات الإنسانية. فإذا أن هذا الخط وإن جل، وهذه الكارثة وإن عظمت، وهذا الشر وإن استطار، فإنه من المفروض علينا كمسلمين الاتعاظ بسيرتك العطرة التي امتلأت بصور وذكريات خالدة تنير لنا الطريق وتفتح أمامنا أبواب الأمل والرجاء. تركت لنا تاريخا سطرت على كل صفحة من صفحاته حكمة وعبرة، فما أحوجنا اليوم إلى أن نتذكر كل يوم من أيامك، وأن نثق بأن لكل طاغية نهاية، متذكرين يوم إقبال أصحاب الفيل يريدون بيت الله شرا، فجعلهم الله عز وجل عبرة لمن سولت له نفسه التجبر والطغيان. حضورنا الكريم، والله إن السماء لتبكي على ما صارت إليه أمور المسلمين من ضعف وهوان. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صدق الله العظيم، وتخلوا عن رسالته فحل عليهم غضبه، فاستبدت بهم قوى الشر وتحكمت فيهم يد الاستعمار، وأصبح بأسهم بينهم. إخواني أخواتي، نحن في جمعية الرسالة للتربية والتخييم فرع العرائش المدينة ندعوكم للعودة لله مخلصين له الدين، متقين وصادقين، متشبتين بسنة حبيبنا المصطفى، وسنته صلى الله عليه وسلم تحث على جعل المعرفة رأس مالنا، والعقل أصل ديننا، وحب الأخوة أساسنا، والشوق لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مركبنا، وذكر الله أنيسنا، والثقة فيه كنزنا، والرضا غنيمتنا، والصدق شفيعنا، والطاعة حسبنا، ولتكن قرة أعيننا في الصلاة. حضورنا الكريم، قبل الختم اسمحوا لي أن أرحب باسمكم وباسم مدينتنا الغالية العرائش بإخواننا وأخواتنا السوريين والسوريات، حللتم أهلا ووطأتم سهلا ببلدكم الثاني المغرب. فما أطلب منكم حضورنا الكريم الوقوف جميعا والتصفيق لهم وبحرارة، الوقوف جميعا والتصفيق لهم وبحرارة.
فإنسانة فإنسانة قلبنا مغربي، فدمنا فلسطيني سوري عراقي يماني تونسي مصري عربي إسلامي. إخواني أخواتي، السلام عليكم يوم رفعتم راية واحدة، راية الحق. والسلام عليكم يوم كنتم خير أمة أخرجت للناس. والسلام عليكم يوم تحطمون قيود الاستعمار بكل أشكاله، وتدكون حصون الظلم والطغيان، وتدركون أن يد الله مع الجماعة. والسلام